مباراه الاهلي مع الفرق الاثيوبيه يمكن كانت كتير اكتر في فتره التسعينات او في بدايه الالفيه، لكن المره دي الفريق مش سان جورج ولا فريق البن الاثيوبي، فريق جديد ممكن يبقى معمول لألف حساب، ولا المعلومات اللي بتتوافر على هذا الفريق داخل بالنسبه للمنظومه الاهلاويه او بالنسبه للجهاز الفني مش كتير، فبالتالي المباراه بتزداد صعوبه، او الفرقه نفسها اللي انت بتشوفها شايفها ازاي؟ لا انا شايف المباراه ان هي صعبه بالنسبه لنا من من من, من نفسنا، يعني مش من ان هي فرقه جيما ابا جيفارا دي اول مره تخش بطوله افريقيا، اول بطوله لها كانت الدوري، اول سنه كانت تلعب دوري ممتاز السنه اللي فاتت. وبالمناسبه كابتن ياسر قدامنا لقطات خاصه وحصريه وامام امام فندق الاقامه، الفريق بيستعد ان شاء الله للتحرك خلاص خلال لحظات الى استاد برج العرب لخوض هذه المواجهه الهامه جدا، مباراه الذهاب والانطلاقه. وقدامنا هو اللعيبه بعد المحاضره الرئيسيه مد يوسف المدير الفني مع اللاعبين، خلاص الفريق هو بيستعد للتحرك من فندق الاقامه. فانا شايف ان الصعوبه بالنسبه لنا للظروف المحيطه اللي حوالين الفريق، الغيابات، ان انت النهارده عندك 16 لعيب بس في القايمه، عندك مدافع واحد في القوام اللي هو 16، عندك مهاجم واحد، يمكن معظم اللعيبه تتحصر الاكثر اللي هم كتير في الموضوع الحته اللي تحت الفرود، الثلاثه اللي تحت الفرود هم اللي موجود فيهم موفر، لكن بقيه المراكز في عجز في اللعيبه، ودي الظروف اللي حصلت زي ما قلت لحضرتك، الاصابات وبعض ان في لعيبه ما تأيدتش افريقيا، فده اللي مصعب المباراه على النادي الاهلي. لكن انت خروجك من بطولتين صعب الامور كمان على وضغط عصب على اللعيبه والجهاز الفني. انا اعتقد الماتش النهارده ممكن يصلح حاجات كتير، ممكن يدي ثقه للعيبه مع اللعيب دول والجهاز الفني. بدايه البطوله جديده، بقالنا سنتين بنخسرها في المباراه النهائيه، اتمنى ان شاء الله ان تبقى بدايه قويه عشان النادي الاهلي فعلا هو سيد افريقيا. كابتن ياسر وانت قدامنا دلوقتي لقطات اهي الجهاز الفني بيستعد للاتوبيس والتحرك من فندق الاقامه، شفنا كابتن طارق سليمان، الكابتن عادل مصطفى. اولا في اللحظات اللي زي دي يا كابتن ياسر، ايه اللي ممكن الجهاز الفني يقوله مع اللعيبه في التوقيت الحالي والمحاضره الاخيره قبل التحرك للاستاد؟ لا هو طبعا اللعيبه عارفه ان المبارزه اهميه كبيره، كلام بيبقى في العموم ان ده ماتش مش سهل، لان طبعا لما بوصل للعيب ان المباراه اللي الفرقه اللي هتلعبها ان هي اول مره بتشارك واول مره كانت الموسم اللي فات دوري ممتاز، ممكن بيحصل حاله ارتخاء من اللعيبه، لكن هو دور الجهاز الفني ان هو يبدا يتعامل معاه نفسي في هذه النقطه، وان هو يبدا يحمسه للمباراه، صعوبه المباراه بالنسبه لنا، موقفنا الفتره اللي فاتت، ده بالنسبه لنا هيبقى خطوة كويسة جدا، فبيبدأ يخليه يركز 100% في المباراة، وان المباراة مش سهلة زي ما هو متخيل. فكرة قوام الفريق والمعسكر اللي دخل فيه الأهلي منذ أول أمس 16 لاعب، عدد القائمة اللعيبة بتفكر فيها بينها وبين نفسها في الأحاديث الخاصة أو في الكواليس داخل الأوتيل؟ أكيد طبعا ما فيش شك، لأن دي حاجة يعني بتبقى غريبه نوعا ما، ان هي طبعا معروف ان بتبقى معاك 20 لعيب في المعسكر او 21، وساعات بتاخد 22 لعيب عشان تقدر بعد كده يبقى قاعده الاختيارات كبيره. يعني حتى مش الطبيعي ان يكون ال 18 بس التوقيت المباراه. لا طبعا لا، ممكن معرض ان في واحد يتعب، يجي له دور برد، ما يبقاش قادر، مش عارف ايه، في حاجات ممكن تحصل في المعسكر خارجه عن اراده الجهاز الفني، فلازم دايما يبقى معاك حاجه سبير انك تبدا بعد كده تدخله مكان ده. حته ان هم 16 لعيب، طبعا ده ما فيش شك ان هو بيفكر اللعيب، لو ما كانش عنده فرصه في اللعب هي ناحيه ايجابيه، يقول لك احنا 16 لعيب بس وفيهم كمان اثنين حراس مرمى، يعني انا عندي فرصه كبيره ان انا ممكن اشارك، فبتدي نوع من الحماس للعيب ان هو ممكن يبقى موجود. في نفس الوقت اللعيب اللي بيبقى ضامن مكانه، لان طبعا انت عارف اللي بيبقى فيه واضح شكل اساسي للفرقه اللي هتبدا، يعني بتبقى ايه، تاخد جزء صغير كده من تفكيره، وممكن هو تعمل له حاله استرخاء بسيطه بس يعني. طيب امامنا زي ما انت شايف كابتن ياسر برضو دي لقطات خاصه من داخل غرفه خلع الملابس الخاصه بفريق النادي الاهلي داخل استاد برج العرب، طبعا التيشيرتات الخاصه باللاعبين، كل تيشيرت عليه الرقم الخاص بكل لاعب. انا سعيد بالمنظر الجميل ده، طبعا ان احنا وصلنا للمرحله دي، زي ما احنا بصراحه انا كنت كده في المانيا، كنت بنخش بنلاقي كل حاجتنا موجوده، انت ما عليك الا تجيب الشنطه البسيطه اللي فيها الحاجات وحاجه بتبقى منظر جميل بصراحه. قول لي يا كابتن ياسر، في الكواليس وانت داخل عارف مكانك جوه غرفه خلع الملابس ولا بتتغير كل مباراه؟ يعني الدولاب الخاص بالاماكن اللي بتحط فيها الستارز الخاص بتاع المباراة، التيشيرتات،
لا هو طبعا لو بيبقى في ملعبك انا ببقى عارف دولابي وعارف مكاني وعارف حاجتي كلها وحاجتي موجوده، بيبقى عامل الملابس مجهز كل حاجه ومظبط الامور وتيشيرتاتك محطوطه ازاي، واذا كنت عايز تيشيرت تسخن بيه عارف موجود فين. فدي حاجات بتبقى مسهله شويه على اللعيب، ما بيبقاش فيه هكتك كتير، اديني التيشيرت لا مش عارف ايه الشراب بتاعي مش لا، كل واحد حاجته موجوده فعارف هو بيعمل ايه، فما بيشتتش تفكيره والتركيز يبقى 100% في المباراه. في المباراه في ناس بتتفائل باماكن معينه لتواجدها في غرفه الملابس؟ احنا اللعيبه المصريه ما يحبش يغير مكانه، ولو لا قدر الله حصل حاجه تلاقيه الماتش اللي بعديه بيغير المكان اللي هو كان موجود فيه، المود نفسه بيتغير حتى بالظبط يعني. يعني ده حته التفاؤل والتشاؤم دي موجوده يعني. انت من انصار تتواجد في وسط الغرفه ولا على الجهه اليمنى ولا اليسرى؟ لا انا لا احب لحد ورايا ولا جنبي، انا ابقى في جنب كده لوحدي يعني. إيه؟ بحب اكون في جنب لوحدي يعني، ما بحبش حد جنبي قوي ومحدش يبقى في ظهري. محدش يبقى في ظهرك. احب اشوف الناس كلها قدامي يعني. طب تبقى انت كاشف الغرفه كلها وكل اللعيبه قدامك. بالظبط. طيب برضو فكره ان اللعيبه نفسها اول ما تخش غرفه خلع الملابس، المشهد اللي عامل الصوره الحلوه اللي انت شفتها على الشاشه حضرتك دلوقتي، اللاعب لما يخش اوضه اللبس ويشوف الشكل المنظم ده برضو بيدي له انطباع كده داخل فيه راحه نفسيه، فيه استعداد نفسي، استعداد ذهني. اكيد طبعا. انا بقول لك يا محمد ان انت اول ما بتخش تلاقي كل حاجتك موجوده، لبسك كله بتاع المباراه مفيش حاجه ناقصه، كله كامل. بتخش انت مجرد ما بتخش تقعد خلاص تركيزك في المباراه، فكرك انك هتدور لسه على التيشيرت بتاعك او هتدور سرعة على الشراب بتاعك او سرعة على الحذاء بتاعك، لا كل حاجه موجوده. فانت بتخش العشر دقائق ولا الربع ساعه قبل ما بتلبس تقعد تفكر في الاجواء بتاعه المباراه. لو انت داخل التشكيل الاساسي بتشوف هتقدر تعمل ايه، الماتش هيمشي ازاي، كل واحد بيبقى راسم سيناريو في دماغه. حتى اللعيب من بالليل بيبدا يفكر لو جيت للكوره مش عارف هعمل ايه، لو انا توجدت في المكان ده المفروض اعمل ايه. يعني ساعات لازم تتخيل، لازم تعيش الموقف. التركيز مش اللي هو قبل المباراه بساعه ولا في نفس اليوم، لا التركيز بيبقى من خلال الاسبوع، ما بيبداش في يوم المباراه، لا انت لازم تعيش نفسك في جو المباراه قبلها بثلاث اربع ايام عشان تبقى انت جاهز لكل الاحداث اللي ممكن تحصل خلال المباراه. جاهزيه الاهلي في الترتيب لشكل غرفه خلع الملابس، وبما انك احترفت في اوروبا يا كابتن ياسر وكنت متواجد في الدوري الالماني وهي من الدوريات المنظمه جدا، مش بتكلم عن الناحيه الفنيه لا، من الدوريات اللي كل حاجه فيها محسوبه بالدقيقه وبالثانيه وبالساعه. شفت الاهلي بالشكل الاحترافي في اوروبا هنا في مصر بالشكل ده لما دخلت غرفه خلع الملابس في النادي الاهلي لاول مره؟ انا محمد شهادتي مجروحه يعني، لان الكلام ده انا قلته اول ما رجيت من المانيا. انا سبت المانيا لكن جيت لقيت المانيا في النظام لما دخلت النادي الاهلي، كل واحد عارف شغله ايه، مفيش حد بتعدى على شغل الاخر، كل حاجه منظمه، كل حاجه بوقتها، مفيش حاجه عشوائيه عشان تظهر لك مشكله، مفيش مشكله بتحصل. انا كنت كده في المانيا لما يحصل حاجه هيبقى في مشكله كان الناس بتيجي تتكاتف يحلوا لك الموضوع قبل المشكله ما تحصل. نفس الكلام موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا احنا مش عشان لعبت في النادي الاهلي وعشان انا اهلاوي بقول الكلام ده، لا النادي الاهلي فعلا فيه كل الامكانيات للنجاح متوفره، لا 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 يخلي لك في مشكله سواء بقى خارجيه او داخليه، كل حقوقك بتاخدها، النظام السيستم اللي انت ماشي عليه، كل سبل النجاح متوفره في النادي الاهلي. شكرا كابتن ياسر بالتاكيد. طب اخرج الى فاصل ثم نواصل الحديث بعد الفاصل مع كابتن ياسر رضوان، والحديث متواصل عن مباراه الذهاب بين الاهلي وجيما ابا جيفارا في ذهاب دور ال 32 للبطوله الافريقيه، مستمرين في الحديث مع الكابتن ياسر رضوان.